يا دارنا حولك تفاح، يا دارنا يا دارنا، صفوا كراسي للملاح في دارنا في دارنا. ويا دارنا حولك سريس، يا دارنا يا دارنا، صفوا كراسي للعريس في دارنا في دارنا. صالات الواحد مش شرط من هو صغير يعرف شو بده، ممكن بموقف معين، في جلسة معينة، بلقاء مع شخص معين، ممكن تجيك ومضة هيك لحظة تظهر عندك فكرة هذا اللي أنا بدي إياه. يا سامعين الصوت صلوا على النبي. أنا ماجدة لما اكتشفت نفسها بعد الأربعين. أنا درست بس توجيهي، كان دائما شغفي أدرس تاريخ، لكن حولت بيتي لكتب تاريخ وكتب تراث وأقرأ جلساتي مع الكبار. كنت دائما عندي شغف أجلس وأخذ منهم معلومات، أسألهم عن ماضي، عن التاريخ. وجدت نفسي أني أنا كأني أنتمي إلى فترة زمنية معينة ما قبل النكبة، أيام البلاد. هاي النقطة دائما كانت في عندي شغف إلها، أني أعرف كيف كانت فلسطين قبل، كيف كانت قريتنا قبل، كيف الناس، الحياة الاجتماعية. في شغلات من ربنا، ملكات من ربنا، أني بحب أتعامل مع الناس، بحب مجتمعية أكثر. مع الطفل أنا طفلة، مع الشاب أنا شابة، مع الكبار في السن أنا ختيارة. فعندي هاي الملكة سبحان الله ساعدتني أني أكون سهل في تجميع التراث. انت مين؟ قال انا والله انا الطبال خالي العريس. وانت؟ قالت له والله انا الرقاصه عمتي العريس. وانت كبرت طلق بنتي هلكاتي واحمل حالك انت وعيلتك. من ضمن اهتمامي بالتراث الحكايه الشعبيه جزء من التراث. الحكايه الشعبيه بتلاقي فيها كثير تفاصيل من موروثنا الفلسطيني. بالحكايه الشعبيه اسماء امكنه، اسماء اكل، اسماء مهن. انت بتعرفي عن الصياد، بتعرفي عن بياع السحلب، بتعرفي عن عكه، صفد وحيفا، قصص تفاصيل عاداتنا ومعتقداتنا. انا وانا بحكي الحكايه برجع لزمان، بكون شخص من شخوص الحكايه وبحكيها، اللي بيطلع من القلب بيصل للقلب، بحكيها بكل محبه. بنهي اللقاء دائما بشعور جميل أني استطعت أني أرسم البسمة في قلوب كل اللي حاضرين. بشوف الضحك، بشوف الابتسامة، بشوف الحماس. يكفيني هذا الشعور أني على الأقل خرجت بمشاعر جميلة، أني زرعت البسمة في قلوب الحاضرين ووثقت شيء بمس شغاف قلبي من جوا. عندي شغف أشياء اللي بتسوي لما أنت بتعمل إيش بتحبيه، تعملي بحب، بيصل بحب، فبيكون أثر أقوى. أمني بنفسك، أمني بذاتك، اعرفي حالك، اعرفي شو بدك. اللي بيزرع محبة بيحصد محبة. بتزرعي خير حواليك بتلاقي خير حواليك في طريقك، وربنا ما بنسى حدا.